ليست هناك دولة على وجه الأرض لم يكن أساس تأسيسها هو السطوة العسكرية أو القبضة الأمنية أو كليهما. سواء كانت عبر جيشها أو جيش غيرها من الدول، بما في ذلك دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، وهذا على الإطلاق. وكذلك بالمثل، لما تضعف أي دولة وتتجاوز الذروة في هرم حياتها فتصيبها الشيخوخة، تلجأ للقوة والبطش مرة أخرى، فإما أن تنجح في إخضاع أطرافها بعد مركزها فتستتب أمورها، وإما أن تنهار وتندثر ولا يبقى لها وجود. وهذا يؤكد قول ابن خلدون: اعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره، إلا أن الحاجة في أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم، لأن القلم في تلك الحال خادم فقط منفذ للحكم السلطاني، والسيف شريك في المعونة. وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرناه، ويقل أهلها بما ينالهم من الهرم الذي قدمناه، فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوف، وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة والمدافعة عنها كما كان الشأن أول الأمر في تمهيدها. فيكون للسيف مزية على القلم في الحالتين، ويكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاها وأكثر نعمة وأسنى إقطاعا. لو تمعنت في هذا الكلام لتبين لك حال دول عديدة نعايشها اليوم، فتأمل في ذلك جيدا. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك.